دول الثمان مسائل اللي الدكتور حددهم هيجوا في الامتحان، تمام؟ طيب المسألة رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة دول موجودين في شيت رقم اثنين، تمام؟ طيب المسألة رقم واحد اللي هي السيف أناليسيز، طيب هي رقم 14 في الشيت، مدين جدول، الجدول الخانة اللي فوق هي مقاس المناخل وتحت المتراكم وزن المتراكم في المناخل دي، تمام. أحل المسألة إزاي؟ قال لك شيل دي ودي كده وهدي، دي إجابة المسألة. اولا دي الجدول اللي معايا في الشيت، الجدول اللي فوق ده بتاع مناخل والجدول اللي تحت ده متراكم وزن متراكم في الايه في كل منخ. طيب بروح اعمل ثلاث خانات، الثلاث خانات عباره عن ايه؟ عباره عن وزن الكل للخليط، الوزن الكل للايه للخليط، وهنا نسبه وزن الايه المتراكم او المحجوز، وهنا نسبه المار، تمام. طيب الخليط اللي هو الرمل والسن او الزلط اي حاجه، السن، تمام. طيب بجيبه ازاي؟ هنا نسبة المتراكم في منخ الأربعين 600، يبقى المتراكم هنا 600. طيب بعد كده اللي تراكم كام؟ هو اللي تراكم في منخ الأربعين واللي تراكم زائد اللي تراكم في منخ العشرين، يبقى 600 زائد 1800 تبقى 2400. طب اللي تراكم في منخ العشرة، اللي تراكم من بعد منخ العشرة هو المجموع اللي تراكم ده كله، يبقى كام؟ 3600. طيب يبقى اللي تراكم في منخ الخمسة، يبقى ال 3600 زائد ال 2400 تبقى 6000. هنا دي زائد دي تدينا دي، طيب دي زائد دي تدينا دي، دي زائد دي وانت ماشي بقى. تمام. طيب بعد كده بجيب نسبة الايه المتراكم، نسبة المتراكم بتساوي ايه؟ بتساوي وزن المتراكم على الوزن الكلي. احنا طبعا بعد ما مشينا بالتراكم هنا ادانا التراكم كله في من اول منخل لحد الحلة كام؟ 10000. طيب ده يبقى وزن المتراكم الكلي. طيب هنا وزن المتراكم وده وزن المتراكم الكلي، لو قسمت وزن المتراكم على وزن المتراكم الكلي ضربتهم في 100 يديني نسبة المتراكم، تمام. طيب هنا وزن المتراكم على وزن المتراكم الكلي تديني نسبة المتراكم في 100 طبعا، هنا وزن المتراكم على وزن المتراكم الكلي تديني نسبة المتراكم، تمام، وهكذا. طيب طب نسبة المار، قال لك نسبة المار اجيبها ازاي؟ قال لك تجيب المية ناقص نسبة المتراكم تديك نسبة المار، يعني المية ناقص الستة تديك 64، المية ناقص 24 تديك 76، وهكذا لحد ما توصل برضو لآخر خانة صفرت معاك، تمام. طيب بعد كده بعمل ثلاث خانات تانيين، ثلاث خانات تانيين دول للرمل، ادي واحدة اتنين تلاتة. طيب هنا وزن المتراكم الكل للرمل، وبعد كده نسبة المتراكم ونسبة المار. طيب اللي تراكم هنا طبعا مفيش حاجة تراكمت هنا، معلومة المنخ الخمسة قبل المنخ الخمسة، يعني هنا في من 20 وانت نازل لحد ما توصل المنخ الخمسة كان الاجر الجرافل اللي هو السن الجرافل كان بيمر، اول مصر منخ الخمسة تراكم، تمام، ما عادش بيمر. طيب الرملة يبقى اللي بعد كده، يعني ده كله من كل اللي كان بيمر لحد منخ الخمسة ده كان جرافل، بعد كده اول ما وصل لحد هنا وقف مش هيعرف يعدي، تمام. الرملة هي اللي مرت من بعد منخ الخمسة، دي الرمل اللي هو الحجم الصغير، تمام. طيب يبقى من منخ الاربعين لمنخ الخمسة ما فيش رمل تراكم عشان كل الرمل مر في الايه في المناخل دي. طيب نيجي من بعد منخ الخمسة اللي هو المنخ الاتنين ونص، منخ الاتنين ونص تراكم فيه كام؟ 1200، تمام. بعد كده منخ واحد وربع تراكم فيه، يبقى تراكم فيه ال 1200 زائد 800 يبقى 2000. طب المنخل 63% تراكم فيه كام؟ ال 2000 زائد ال 1000 3000، وهكذا لحد ما اوصل التراكم الكلي اللي هو كان 3800 زائد ال 200 ادتني 4000، تمام. نسبة المتراكم من الرمل، نسبة المتراكم من الرمل قلنا هنقسم الوزن على الوزن الكلي في 100 تدينا نسبة المتراكم. طيب الوزن على الوزن الكلي في المية تدينا برضو نسبة المتراكم. طيب نسبة المار، قلنا هذه الفتحات طبعا تكون للجرافل، فبرضو ايه كل الرملة مرت فيها، تمام. نيجي من هنا نسبة المار، قلنا هنطرح دي من 100 تدينا 70، دي من 100 تدينا 50، دي من 100 تدينا 25، وهكذا. يبقى لسه ناقصنا الايه الثلاث خانات بتوع الجرافل، ثلاث خانات، ادي خانة 2 3، ده وزن الجرافل الكلي وده نسبة المتراكم وده نسبة المار. طيب المتراكم في الجرافل، متراكم في الجرافل 600، اجمع 600 زائد 1200 تديني 2400.
3600 زائد 1200 وهكذا تدينا 6000. وده النجمع اشوف من اول منخل خمسة، ده منخل خمسة، ده كده منخل خمسة. من اول منخل خمسة وقف الجرافل، فضل بقى ايه 600 نفس 600، ما خلاص كده الجرافل وقف لحد ما وصلنا للمتراكم الكلي اللي هو الوزن الكلي المتراكم، تمام، اللي هو 6000. طيب يبقى من اول منخل خمسة الجرافل وقف على كده، تمام. طيب نسبة المتراكم قلنا الوزن على الوزن الكلي في الايه في المية تدينا 10، وزن على الوزن الكلي، الوزن على الوزن الكلي تدينا 33، وزن على الوزن الكلي تدينا 60 وهكذا. هنا بقى طبعا المتراكم وقف من بعد منخل خمسة، وانت نازل بعد منخل خمسة وقف، يبقى كله هيطلع هيبقى ايه المتراكم 100%، تمام. المار قلنا نطرح من دي، نطرح دي من المية تدينا دي، نطرح دي من المية تدينا دي، نطرح المتراكم من المية تدينا المار بس، تمام. هنا المار طبعا هيبقى زيرو، ما المار في الجرافل مش هيمر حاجة من بعد منخل خمسة، نفس الكلام بعد منخل خمسة اللي مر من بعد منخل خمسة مفيش، زيرو، تمام. تمام طيب أول مطلوب في المسألة، المسألة اهي قال لك حدد لي المحتوى بتاع الرمل في الايه في الخليط. طيب تعالى يا عم نشوف محتوى الرمل. انا عندي محتوى الرمل طلع كام، او وزن الرمل الكلي، ادي الرمل اهو الثلاث خانات بتوع الرمل اللي اتفقنا عليهم. طيب الوزن الرمل الكلي طلع كام؟ 4000، تمام. يبقى عندي هنا هتبقى دي كام، يبقى محتوى الرمل هنا طلع كام؟ 4000، تمام. تمام طيب. طيب قال لك هنا حدد لي الماكسيمم نومينال. طيب دي ايه بقى؟ ديت هي اصغر فتحه منخل مر منها 95% من الركام او اكثر. يبقى الماكسيمم نومينال دي اصغر فتحه منخل مر منها 95 من الركام او اكثر، تمام. طيب هو طبعا طلبها هنا للاجريجيت اللي هو الخليط اللي هو كان ايه، كان الساند والجرافل مع بعض، طلبها للساند طلبها للجرافل، تمام. طيب احنا هنا اصغر فتحه منخل في الاجريجيت، اصغر فتحه منخل مرت 95 او اكثر، يلا هنا ايه اكبر نسبه هنا في المار هي ال 94 اللي مر هنا في الاجريجيت، ده الاجريجيت اللي هو الميكسشر الخليط كله 94 مر من منخل كام؟ ادي ال 94 اهي، ال 94 مر من منخل كام؟ مر من منخل 40، يبقى مرت من منخل 40. طيب بعد كده نشوف في الجرافل، اكبر نسبه مرت في السند الاول، اكبر نسبه مرت في السند هي 70، تمام، واكبر نسبه مرت في الجرافل هي 90. ال 70 مرت من منخل 2.5، تمام. طب وال 40 مرت من منخل، ال 90 مرت من منخل 40، تمام. تمام يبقى اقول له ان في السند اكبر نسبه عدت 70. طيب النومينال سايز اللي هي كانت في منخل 2.5، تمام. طيب وفي الجرافل اكبر نسبه عدت 90، طيب المنخل كان 40 ملم، تمام. تمام دي السؤال ايه رقم بي. طيب ندخل على رقم سي. رقم سي قال لك ايه، ارسم لي الجريدنج كيرف للساند وللجرافل ولو الميكسشر اللي هو الاجريت، تمام. ده هو الجريدنج كيرف، تمام اهو، هو ده الشكل ده. بعمل ايه؟ بعمل محورين، محور اكس ومحور واي. طيب محور اكس لايه ومحور واي لايه؟ قال لك محور اكس هيبقى لا ايه للسيف اللي هو المنخل. طب محور واي هيبقى نسبه المار، يبقى في كل واحد بشوف نسبه المار. يبقى انا اللي يهمني في الخانات، في الخانات دي كلها نسبة المار في كل واحدة، نسبة المار هنا في الاجريجيت ونسبة المار في الساند ونسبة المار في الايه الجرافل، تمام. يبقى انا هشتغل على نسبة المار، تمام. قال لك معلومة، محور اكس بشتغله ازاي؟ من عندي مناخل، المناخل هنا ايه 40 20، وانت نازل بعد كده توصل لايه من 10 ومن 100. لما بقسمه كده يبقى اول 10 لحد الواحد، تمام، وبعد كده تاني 10 لحد ال10، تالت 10 لحد ال100، تالت 10 لحد ال100. بمعنى لما اجي هنا انا قسمته 30 خان، 30 خط، تمام. اول خانه هي الاوب 10 خانات اهم لحد الواحد، لحد الواحد هنا، تمام. تاني 10 خانات لحد ال20، تالت 10 خانات لحد ال100، تمام.
هنا الواحد بمشي او بوينت الواحد او بوينت اتنين وانا ماشي لحد اوصل لحد لما اوصل واحد. بعد الواحد بمشي واحد اتنين تلاتة لحد لما اوصل 10، بعد كده بمشي عشرات لحد لما اوصل 100. طيب نسبة المر هنا هي معايا، هي الخانة بتاعت نسبة المر الجرافل هنا. طيب انا بوقع كل منخل، يعني المنخل هنا مثلا المنخل 40 مر منه كام؟ 94. طيب بروح جاي ادي المنخل 40 مر منه كام؟ اللي هو الميكس اهو اللي هو الاجريجيت ده، تمام المنخل ده. طيب المنخل 40 اهو مر منه كام؟ قال لك مر منه مسطره اهي المنخل 40 اهو، لما اجي امشي كده اهو يبقى مر منه كام؟ هو مر منه 94، 94%. طيب ادي ال 94 اهي مع تقريبيه اهو، هو ممكن يجيب لك ايه الورقه مرسومه تبقى عادي يبقى احسن 94 وهكذا. المنخل 20 مر منه كام؟ 76. المنخل 20 مر منه 76 تمام. المنخل 10 مر منه 64. المنخل 10 اهو مر منه ال 64 وهكذا. طيب نيجي نضيف الايه في الجرافل، نيجي في الساند، الساند اللي مر فيها اهو ده اللي مر في الساند ال 70 وهكذا. اول منخل مر فيه ساند هو الايه الاثنين ونص، نرجع بقى الاثنين ونص تبقى بين الثلاثه اهو، الساند اهي ادي الاثنين ونص، منخل اثنين ونص مر منها كام؟ منخل اثنين ونص مر منها كام؟ 70 اهي. يعني انت وصلت كده عشان توضح بس الرؤيه، لو وصلت كده منخل اثنين ونص مر منه 70، 70 اهي قصادي تمام. طيب وهكذا برضو بوقع المناخل هنا وبوقع المر هنا، وفي الجرافل برضو بوقع المناخل هنا وبوقع المر هنا تمام. تمام وضحت؟ وضحت. طيب المطلوب الاخير، المطلوب الاخير هو الدي، قال لك احسب لي الفاينانس مودلز. طيب ايه الفاينانس مودلز؟ مجموع المحجوز، هو طبعا طلبه للايه؟ للسند. هو كان ممكن يطلبه لاي حاجه بس هو هنا طلبه للسند تمام. طيب المجموع المحجوز على ايه؟ على المية. فين المجموع المحجوز هنا؟ المجموع المحجوز في السند اهو، ادي السند اهي مجموع المحجوز، مجموع نسب عشان ما تلخبطش نسب المحجوز، يبقى 30 زائد 50 زائد 75 زائد 85 زائد 95 هنجمعهم ونقسمهم على 100 طلعت 3.3 تمام. تمام ده اول مساله. المثال الثالث طبعا كان ايه؟ ثاني سؤال هو قال لك ايه برضو السيف اناليسيس بس عن طريق المره دي جرافيكال. طيب ايه هو السؤال ده؟ قال لك السؤال ده هو رقم كام في الشيت؟ نقلب الصفحه، قال لك هو رقم 16 في الشيت. طيب جايب لك جدول بالشكل ده بالظبط، بالظبط زي ده تمام. طبعا ممكن يبقى جايب لك رسم لك الجدول ده وممكن ما يكونش رسمه، يعني في الحالتين ممكن يجيبه مرسوم ممكن يجيبه مش مرسوم. طيب هنعرف دلوقتي الجدول ده بتاع ايه. اولا الجدول ده لو مش جايبه مرسوم احنا طبعا هنشتغل على الحاله الاسوأ. بشتغل انا ازاي؟ اول حاجه المحور الافقي، المحور الرأسي قصدي اللي على اليمين بخليه العينه A او B انت حر تمام. طيب انا هخليه هنا العينه A وهنا العينه B تمام. طيب بعد كده انا بوقع بوقع الارقام دي طبعا بشتغلها 10 20 30 40 50 وهنا 10 20 30 40 50 وانت طال. طيب بوقع ادي ال 10 20 تمام. طيب تحت قال لك برقمها عكس اعكاس بحيث يبقى ايه همشيها هنا طبعا من الزيرو، مثلا من هنا من الزيرو 10 تمام. قال لك اعمل ايه؟ انا عندي خانتين هنا، اول خانه محترم بوقع الارقام دي على الايه على الخطين الرئيسيين دول، الارقام دي اللي هي المية والكلام من ده. طيب بوقعه ازاي؟ العينه ايه 100%. طب والعينه بي؟ والعينه بي كام؟ قال لك برده 100%. طيب يبقى 100% ب 100% يبقى دي كده تمام 100 و100 تمام. طب بعدها 192، العينه ايه 100 والعينه اللي بعدها 92، ادي ال 100 وادي ال 92 اهي تمام. العينه اللي بعدها 154، ادي ال 100 برده وادي ال 54 اهي تمام. اللي بعدها 79 وكام؟ و24، ادي ال 79 وادي ال 24 تمام.
بعد كده بعد 79 24 66 3 ادي ال 66 وادي ال 3. بعد كده 41 و1 ادي ال 41 وادي ال 1. بعد كده ال 48 فين ال 48؟ ادي ال 30. طيب ال 38 قصدي ال 38 هنا و0 ال 38 وادي ال 0 تمام. بعد كده بعد ال 38 و0 20 و0 ادي ال 20 وادي ال 0. طيب وادي 12 و0 ادي ال 12 وادي ال 0. يبقى انا وقعت دول على الخطين الرئيسيين. تاني حاجه حاجه اسمها الليميتس. طيب ايه الليميتس دي؟ قال لك الحدود اللي على كل ايه، على كل على كل خط منخل منها. طيب في حاجه افتراضيه انت بتفترضها، بتقول الليميتس مثلا الليميت الصغير مثلا والليميت الكبير. ايه دي؟ قال لك الليميت الصغير مثلا هنفرضه، ما دي ليميت، في ليميت صغير اللي هو ال 80 وفي الليميت الكبير اللي هو ال 100 تمام. الليميت الصغير هنفرضه ايه؟ نقطة. طيب الليميت الكبير قال لك هنعمله مربع. طيب تعال نشوف الكلام ده على الايه؟ على الشكل. طيب الليميت هنا 100%، يعني هنا 100 على المنخل 19، قال لك هنا 100 خلاص. المنخل اللي هو 12 ونص 80 100. طيب نشوف ادي التمانين اهي تمام، التمانين هنا كده مش طايله المنخل صح؟ صح. نيجي في المية، في المية هنا برضو مش طايله المنخل هو 12 ونص، يبقى ايه؟ خلاص اصل المية بتاعت المنخل ده هنا كده، مش المية هي الليميت الكبير اهي في الاول خالص. طيب اللي هي عند اول نقطة. طيب المنخل اللي بعده اللي هو كان كام؟ التسعة ونص 70 90. طيب المنخل التسعة ونص ادي السبعين اهي، قطعت المنخل التسعة ونص فين؟ هتقطعها في السبعين، السبعين هي الليميت الصغير وبعمله دايرة. طيب والتسعين، التسعين اهي قطعت المنخل تسعة ونص فين؟ هنا. يبقى دي نعمله مربع، دي نعملها مربع تمام كده تمام. طيب نيجي في المنخل اللي بعده هو أربعة خمسة وسبعين، الأربعة خمسة وسبعين خمسين هي الليمت الصغير، أدي الخمسين اهي قطعت المنخل فين؟ في النقطة دي، يبقى الليمت الصغير نقطة. طيب الليمت الكبير سبعين، أدي السبعين قطعت المنخل هنا، نعمله ايه؟ مربع. طيب هنا الليمت الكبير 35، الليمت الصغير 35 والليمت الكبير 50، في المنخل 2 36، 2 36 اوقع ال 35، ال 30 هنا ال 35 هنا، دي الليمت الصغير، قطعت المنخل فين؟ في النقطة دي. طيب الليمت الكبير 50، 50 هنا قطعت المنخل فين؟ برضو في النقطة دي، عملها ايه؟ مربع. طيب في المنخل 0.6 الليمت الكبير 29 والليمت الصغير 18، نوقع ال 18، ال 18 هنا كده، قطعت ال 0.6 فين؟ قطعت ال 0.6 هنا. طيب الليمت الكبير قلنا 29، 29 هنا، قطعت المنخل ال 0.6 فين؟ هنا مربع تمام. طيب المنخل اللي بعده اللي هو رقم كام؟ 0.3، 13 الليمت الصغير، الليمت الكبير 23، ادي ال 13 اهي، قطعت ال 0.3 هنا. طيب وال 23 اهي، قطعت الليمت قطعت هنا، دي الليمت الكبير، يبقى مربع. طيب المنخل 0.15، 8 و16 ادي ال 8 هنا، قطعت 0.16 فين؟ هنا كده نقطة. طيب وادي ال 16، 16 فين؟ هنا مثلا هنا تمام، قطعت هنا، قطعت ال 0.15 هنا مربع الليمت الكبير. طيب الليمت في ال 0.075 الليمت الصغير 4 والكبير 10، ادي ال 10 هنا، هتقطعه ايه؟ ليميت كبير مربع، وادي 4 ليميت صغير تقطعه هنا تمام، دايره صغيره كده او نقطه كبيره يعني. طيب قال لك المطلوب دلوقتي بقى اشوف اقرب مربع، اقرب مربع هنا خد منه خط افقي، خدنا منه الخط الافقي تمام. طيب اقرب نقطه فين؟ اقرب نقطه اهي وانت ماشي كده، اقرب نقطه فين للمربع؟ اقرب نقطه اهي، قال خد منها خط افقي، خدنا من الاثنين خط افقي تمام. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا الاول كنت اعرف اقرب نقطه ازاي، المفروض كنت اوصل النقط يعني، بس انت خلاص بالنظر كده، ده اقرب نقطه، ده اقرب، ده اقرب نقطه، ده اقرب مربع، انا اهي الخطوط عندي اهي كده، شوف اقرب نقطه هنا ودي نفس الكلام اهي تمام، يبقى هم نقطتين قريب من بعض.
طيب قال لك النقطتين اللي قريب من بعض دي قيس المسافة بينهم، شوفها كام، قيسها بالمسطرة وقيس المسافة بينهم. طيب ادي قيسناها بالمسطرة وشفنا المسافة بينهم، يبقى هي قطعت ايه الخمسة وخمسين والخمسة واربعين فوق. تمام. طيب يبقى قطعت الخمسة وخمسين والخمسة واربعين. بعمل ايه انا دلوقتي؟ بشوف الخط ده اللي انا عملته اللي هو خليه اسود عشان ناخد بالنا بس من الكلام، ربنا يجعل ايامنا بيضة. اهي الخط الاسود ده قطع كل المناخ. تمام. انا عندي بعمل جدول زي كده تحت كده وبكتب فيه كل المناخ. طيب هنا بشوف الخط الاسود قطع كل منخل في فين، وهي دي تبقى ايه النسبه بتاعت اللي هي الميكس بليند. اشوف هنا قطعت المنخل 100، طبعا هي قطعت المنخل 19% اكيد يعني. تمام. طيب قطعت المنخل ال 12 ونص الاول قطعته في مسافه، بمشي المفروض باخد خط هنا من النقطه دي كده نقطه قطع لهنا واشوفها كام. هنا هي هنا كده 95 تقريبا يعني 95. تمام. واشوفها قطعت المنخل ده هنا في كام، في 80، في 80. تمام. واشوفها قطعت المنخل هنا ده في كام، في كام، في 55، في 55. واشوفها قطعت المنخل هنا ده في كام، ب 39، اهي 39. واشوفها قطعت الاو بوينت 8 في كام، الاو بوينت 8 اهو في كام، في مثلا هنا 24، ال 24. واشوف قطعة المنخل ده في كام، ده في كام، في 18، ادي ال 18. واشوف قطعة المنخل ده في كام، 9، ادي ال 9. واشوف قطعة المنخل ده في كام، 6، ادي ال 6. هو ده الحل، ودي المسألة سهلة وبسيطة ومضمون. تمام.